يا زين مرات عمر عم تلفون بالشهر إبراهيم هلا متاح هلا متاح بدي أعمل كم من الله طول خلته كان الوضع سيء بس ثاني زدت أحب حلوة جكا قديش عمر الوضع قديش عمر الوضع بحط لك بس أقوم بس خلص منك أنا تم اعتقالي في تاريخ 29/8/2019 كانت الساعة من قرب 5 الفجر كنت بستعد لامتحان رح أقدمه فاينل بالجامعة وطبعا أنا طالبة في جامعة بيرزيت وبشتغل بالصحافة إجوا واعتقلوني مخابرات من الدار وبعدين تم نقلي إلى مركز توقيف موسكوبية يعني كانت كثير سيئة مش بس علي أنا لحالي على المعتقلين بهاي بالفترة اللي أنا كنت فيها ظروف الاعتجاز أو ظروف الاعتقال كانت كثير سيئة وحتى المحققين وأسلوب التحقيق كان كثير سيء تعرضنا للضغط النفسي والتعذيب وللتهديد ولكثير شغلات كنت في التحقيق العسكري المحقق صارت تحكي لي انه انت راح نوديك يا على المستشفى مجانين يا راح نطلعك انه على الكرسي بتمشي لاهلك على الكرسي على اقدع انا ما اخترتش شيء انا طالبه في جامعه بيرزيت وبدرس صحافه واعلام وانا بشتغل بالصحافه والاعلام بشتغلش بشيء ثاني يعني بالنهايه والاحتلال مستهدف الجامعه ومستهدف الطلاب وانا يعني كنت على مقاعد الدراسه والشيء اللي بعرف انه انا عندي شغل بالصحافه وعندي دراسه بالجامعه وانا حد بدي اكمل ماجستير يعني بالمستقبل وهيك طول المراحل النضال الفلسطيني النساء هم شريك للرجل ولما نشوف السجون نشوف كمان في أسيرات نشوف في شهيدات نشوف في مناضلات وطبعا هم البنات مش معزولات عن النضال الفلسطيني بس لا تخافيش رح ابهدله لا حكى مع امي لا تفلا مش غلط والله ليش قولك لو والله عادي المحاكم Nice. Where are those? Hi, Mom.